حصاد المقاومة شبوة، مقتل 5 من عناصر ميليشيا الحوثي والمخلوع في انفجار لغم بسيارة تابعة لهم وسط مدينة عتاق. أبيان، اشتباكات عنيفة بين المقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي والمخلوع في منطقة عكد، وأنباء عن قتلى في صفوف الميليشيا. البيضاء، رجال المقاومة يسيطرون بالكامل على جبل جميدة الاستراتيجي بقيفة رداع ويدحرون ميليشيا الحوثي والمخلوع بشكل كامل. المقاومة الشعبية تطهر مجمعية القريشية من ميليشيا الحوثي والمخلوع وتفرض سيطرتها الكاملة عليه بعد معركة شرسة مع الميليشيا أدت إلى مصرع 20 منهم وخمسة شهداء من المقاومة. المقاومة في رداع تتصدى لتعزيزات تابعة لميليشيا الحوثي وتحرق الطاقمين وتقتل كل من فيهما. ذمار، المقاومة نصبت كمينا في منطقة رصابة شمال مدينة ذمار، استهدفت تعزيزات لميليشيا الحوثي وصالح مكونة من 3 أطقم تقل أعدادا من المسلحين الحوثيين كانت متوجهة إلى محافظة تعز، وأسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا وعن إعطاب 3 أطقم. صنعاء، المقاومة الشعبية تنفذ كمينا استهدفت فيه موكب أحد المشايخ الموالين لجماعة الحوثي وهو الشيخ عابد راجح من مشايخ الحيمة الداخلية، والذي كان في موكب يتكون من 3 أطقم تقل عددا من المسلحين الحوثيين في منطقة المساجد بمديرية بني مطر غرب العاصمة صنعاء مساء الأحد، أسفر عن إصابة الشيخ الحوثي عابد راجح الذي نقل للمستشفى في حالة حرجة، وعن مقتل وجرح عدد من مسلحي الحوثي وتدمير 2 من أطقم الموكب. تعز، مقتل 6 من ميليشيا الحوثي والمخلوع في هجوم نفذته المقاومة الشعبية بمعاونة الجيش الموالي للشرعية، نفذته على نقطة الميليشيا في منطقة البرح غربي المدينة.